فخامة الرئيس بوتين محترم زملاء أعزاء أهني جميع بافتتاح قمة ممتن لفخامة الرئيس بوتين ولجانب الروسي مترأس في قمة لتنظيم عمل القمة بشكل رائع. أنا متأكد أن فضلا لجهود مشتركة قمة في كازان ستسمح لنا أن نحدد اتجاهات التطور والتجمع البريكس ولفتح يعني صفحة جديدة لتطور مجموعة البريكس في إطار جنوب والشرق العالميين. اليوم عالم هو في مرحلة جديدة من التقلبات وتحولات. نحن أمام خيار محوري ليكون العالم اليوم مالي بتقلبات. وهذا يذكرني الكتاب كاتب الروسي تشيرنيشيفسكي ماذا نعمل، وفيها البطل الرئيسي زهر يعني النيتر الشديدة في تحقيق أهدافه. هذا هو قوة الروحية ضروري بالنسبة لنا بالنسبة للتجمع. كلما أصعب فترة تاريخية نحن علينا أن نظهر القدرات أعلى لتطوير التعاون على مستوى عالي. من الضروري نقدم الجدول الأعمال السلمي من أجل الأمن الجماعي، لأن إنسانية تعيش في نظام العالمي وأمني لا يتجزى، وفقط من خلال هذا النظام يمكننا أن نوافر الظروف للحياة كريمة. وفي سياق الأزمة الأوكرانية، الصين ودول جنوب العالمي شكلوا المجموعة الأصدقاء السلام، وهي مكرس لجمع الأصوات لصالح السلام. من الضروري هي تحل الأزمة على أساس عدم التداخل ومنع مزيد من التواتر في الأزمة. من الضروري أن نتوجه تجاه تخفيض التواتر. وفي قطاع غزة يعني نشهد تدهور الوضع في مجال الإنساني. من المهم أن نتواصل إلى وقف إطلاق النار والقتل، ولازم نبذل جهود كله لصالح حل قضية الفلسطينية بشكل عادل. من الضروري نقدم جدول الأعمال الابتكاري لمجموعة البريكس حقا. اليوم نحن نشهد تطور سريع في مجال العلم والصناعة، وهذا يطلب منا أن نكون على عهد موج من التطور. مؤخرا في الصين تم إنشاء المركز البريكس للتعاون في تطوير التكنولوجيات والذكاء الاصطناعي، وفي التعاون نحن نريد نتعاون مع جميع الأطراف لنفتح مقدرة الذكاء الاصطناعي. والصين ستنشأ المركز الدولي لبريكس لإجراء بحوث المياه العميقة، ونحن سننشئ المركز لدراسة موضوع المناطق التجارة الحرة، وأيضا مراكز لرفع تأهيل الكوادر. ونحن سنكون المسرورين لمشاركة جميع شركائنا بشكل نشيط في هذه المشاريع، الأمر الذي سيسمح لنا لننتقل إلى مستوى جديد من التعاون. من المهم أن نقدم للأمام الجدول الأعمال الخضراء
وتطور الخضرة هذا هو يعني التطور الإيجابي وتطور الطبيعي لعالمنا، وكل دول لازم تندمج إلى هذه العملية، وأن إنتاج الصيني بتكنولوجيات العالية فيما يخص في مجال الكهرباء والطاقة يعطي دفع إيجابية لتطوير البرنامج الخضراء في الاقتصاد العالمي، وعلينا أن نتعاون في هذا المجال في إطار البريكس كطاقة نظيفة وإخراج الموارد الطبيعية بطرق نظيفة وتحسين يعني جودة التنمية والتطور في العالم. يعني أيضا من المهم نقدم بجدول أعمال العادل لتجمع بريكس لنحسن إدارة بشؤون العالمية وإصلاحات الإدارة العالمية ما كانت تتناسب لوتيرة تطور القوات والأقطاب في العالم، ولذلك علينا أن نناقش هذه المواضيع معا، وعلينا أن نتزعم هذه العملية، عملية إصلاح إدارة العالمية على أساس مبادئ المساواة وعدم الدخول في الشؤون الداخلية، لكي الصوت لدول الجنوب العالمي يكون مسموع، وأيضا إصلاح الاقتصاد العالمي أيضا مهم اليوم، ودول التجمع البريكس عليها تلعب دور مهم في تعزيز الاتصالات في هذا الشان وحفاظ على المستوى العالي من الأمن الاقتصادي ورفع السمة مصرف التنمية الجديد، لكي نظام المالي الدولي تتكيف بشكل أحسن وأسرع مع التطورات السريعة في العالم. أيضا من الضروري نقدم إلى أمام برنامج جدول أعمال الثقافي وإنساني لمجموعة بريكس، وأنه يوحد الدول البريكس التاريخ العميق، ومن الضروري نحن ندعو إلى التعايش السلمي بين الشعوب لتحقيق تبادل الخبرات بين الشعوب والسماح بفتح الأفق والمغدرة الشعوب في مجالات مختلفة، ويعني هذا يعطي فرصة جديدة لتعزيز التعاون في إطار البريكس. السنة الماضية أنا قدمت بمبادرة في تطوير التعاون في مجال التعليم الرقمي، وأنا مسرور جدا أن هذه الآلية لتطوير التكنولوجيات الرقمية بدأ عمله، والصين ستستمر تقديم المقترحات في هذا المجال، وخلال السنوات المقبلة سنبني أو سننشئ 10 مراكز مختلفة في إطار البريكس، وسنقدم آلاف منح لتعليم الخبراء في مجال في مجال ثقافة إنساني. زملاء الكرام، الصين على استعداد مع جميع الشركاء الأفق الجديدة للتعاون عالي الجودة لصالح بناء النظام العالمي المتعدد.